الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص أن الكلاب تجري وراءه في المنام علامة على الاضطرابات في حياته بشكل كبير، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن هناك كلاب تجري وراءها وتلاحقها في المنام علامة على وجود مشاكل بينها وبين زوجها كثيرة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن هناك كلاب تجري وراءه وتلاحقه في المنام علامة على مشاكل في العمل أو وجود منافسين له في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة الحامل أن هناك كلاب تلاحقها وتجري وراءها في المنام علامة على المتاعب أثناء الولادة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشاب أن الكلاب تجري وراءه في المنام علامة على وجود صديق يحاول أن يؤذيه كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن يرى في منامه أن الكلب البني، اللي بيشوف كلب بني في المنام علامة اللي هو إنسان شخصيته ضعيفة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن هناك كلب بني يجري وراءه في المنام علامة أن هناك أشخاص سليطة اللسان تؤذي هذا الشخص بالكلام، والله عز وجل أعلى وأعلم. الكلب البني في المنام علامة على وجود شخص حاسد وحاقد في حياة صاحب الرؤية، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية الكلب البني في المنام إشارة على وجود أشخاص لا يريدون الخير لصاحب الرؤية، فيجب عليه أن يتجنبهم حتى لا يؤذى منهم، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.